أمي اختار هذه الأغنية بعناية، قلب ومفتاحه، لماذا؟ لأن هو القلب يعني يعتبر أهم عضو في جسم الإنسان، تلك المضغة الصغيرة دي اللي فيها سر الحياة، فيها سر الحياة، تبدأ في العمل والدق والضخ والدوران، والإنسان ما زال جنينا في ظلمات الرحم في الأسبوع الثالث قبل أن يتشكل المخ تبدأ وظيفة القلب، وتستمر هذه الوتيرة، فالعمر يبدأ بنبضة من القلب وينتهي بنبضة من القلب. فإذا كان العمر نبضة فأنا دايما بقول اجعل نبضتك عنوانها الحب والحق والخير والعطاء والجمال، عشان الحياة يبقى لها معنى. ولذلك القلب هو مفتاح الحياة، ومفتاح القلب يمكن يختلف بين الرجل للمرأة عاطفيا، يعني قلب المرأة تستطيع أن تصل إليه عن طريق أذنها تحب تسمع، قلب الرجل عن طريق عينيه، يعني فالعين نافذة إلى قلب الرجل معنويا وعضويا أيضا، عن طريق العين ممكن أعرف حالة القلب لما ببص لقاع العين. أنت تبص فتنظر في العين تعرف حالة القلب، أستطيع أعرف حالة القلب من شكل الأوعية الدموية اللي هي في قاع العين، نقدر نحكم على القلب. يعني مريض القلب الأوعية الدموية في عينيه شكلها إيه؟ الفندس بتاع مريض القلب بيبقى فيه تضاؤل وتصلب في الأرتريولز اللي هي الشرايين، وتضخم في الفينيولز اللي هي الأوردة، الأوردة بتزيد والشرايين اللي هي بتعمل سبلاي بتقل، وده بيحصل في حالات السكر، وده بيبقى معاها برضو القلب تعبان، دايابيتك فاندس في حالات الضغط العالي وبرضو القلب بيبقى تعبان. فمن العين ومن قاع العين أقدر أعرف حال القلب. الناس يقول لك فلان قلبه كبير. أيوة. دكتور القلب ما يحبش القلب الكبير. ليه؟ لأن القلب الكبير ده بيبقى من مراحل هبوط القلب، لما بيتضخم ويتمدد ويترهل يحصل الوهن والضعف والهبوط والفشل، فاحنا عايزين القلب يبقى اصغر حجمه الطبيعي اللي هو قد قبضة الايد. الناس فاهمه القلب ده زي ما بتشوفوا القلب بتاع اللي طالع من عند الجزار حاجه ضخمه كده، لا، اقفل ايدك ده حجم القلب بتاعك، يعني الوزن بتاعه من 300 جرام، انا احب لغه الارقام، من 300 جرام ل 500 جرام، ده في الانسان البالغ. الرياضي ممكن يوصل يبقى 700 800، قلب الرياضي. ليه بقى؟ لان قلب الرياضي زي عضله الرياضي، لما بتشوف العضله بتاعه الدراع وعضله الفخذ او الساق ضخمه كده من الاكسرسايز، ايضا بيحصل تضخم في عضله القلب، بس التضخم بتاع الرياضي ده تضخم فيسيولوجي غير التضخم المرضي نتيجه ارتفاع ضغط الدم. يعني ايه تضخم فيسيولوجي؟ يعني العضله بتكبر والسبلاي بتاعها معاها، الانفراستراكشر معاها، زودت ادوار في العماره بس عامل اساسات صح، وعامل المواسير اللي هتعمل سبلاي صح، مش هيحصل مشكله في الادوار الاضافيه. مش هتوقع العماره، الامداد يعني بالظبط، الامداد موجود. انما القلب بتاع الانسان العادي اللي مش رياضي لما ضغطه بيعلى ده تحميل من غير اساس. ايوه، فبيحصل تحميل من غير اساس، فبيحصل تمدد. في الاول بيبقى وقائي، يعني ايه؟ لما بيرتفع ضغط الشرايين يبقى القلب بيضخ ضد مقاومه، في فورس بتقاوم الضخ بتاعه، عايز يتغلب عليها، لان دي ممكن تعمل له حاجه اسمها بيرفوريشن او رابشر، تتمزق عضله القلب. فمن حكمة المولى عز وجل بيحصل تضخم في الأول، يعني مثلا الورقة دي